كلنا قاعد ندور على شركة عربية في مشهد. هل سمعتوا عن شركة إدارة بحرينية، شركة كورنر بيوتي؟ هذه الشركة عندها جميع الأطباء في مشهد، الموثوقة، المستشارين، العمليات تجميل الجسم، الويه، الخشم، الترميم، العلاج، السياحة. هذه الشركة البحرينية الموثوقة الوحيدين في المشهد، شركة إدارة بحرينية متوفرين وين؟ في المشهد. اللي حاب يحجز عن طريق هذه الشركة تواصل وياهم عن طريق الواتساب. شركة جدا معروفة، إدارة بحرينية، عندهم ستاف رجال وبنات، تيون مشهد استقبال من المطار، سيارة VIP معاكم، كلهم يتكلمون هم كلهم بحرينيين، مرافقين كلهم من الشباب والبنات على حسب الضيف اللي جاي، شاب أو بنت، يكون معاكم ودونكم تحاليل، استشارات، ترميم، تدشون عمركم 70 سنة ترجعون شباب، يعني تطلعون وايد حلوين، الناح، الشفط، تكبير الصدر، تأبعد مؤخرة، ترميم الأنف، تجميل الأنف، شد الويه، شفط اللغلوغ، جميع الأنواع العمليات توفر عند هذه الشركة إدارة بحرينية. اللي عليك بس تسحب الشاشة فوق تتواصل وياهم عن طريق الواتساب، هناك راح يردون على جميع أسئلتكم عن طريق هذا الإدارة البحرينية في مشهد.